بالعودة إلى ملف آخر وهو الملف الاتفاق النووي. الاتفاق النووي الإيراني لا زال الأولوية لكثير من أعضاء الكونغرس الأمريكي الذين يخشون اتفاقا تبرمه إدارة بايدن ويسمح لإيران بتطوير برنامجها النووي. مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين قدموا مشروعا من شأنه أن يجعل أي اتفاق نووي مع إيران مشروط بتقييد العلاقات المالية والأمنية لطهران مع بكين وإنهاء دعم إيران للإرهاب والجماعات التي تعمل بالوكالة. بموجب المشروع يجب أن يوافق ثلثا أعضاء المجلس على أي اتفاق نووي مع إيران، كما يجعل المشروع إنفاق أي أموال لإحياء الاتفاق النووي مشروط بإلغاء إيران لجميع الاتفاقات التي تتلقى بموجبها أموالا من الصين وإنهاء شراكتها الاستراتيجية والأمنية والعسكرية مع بكين. ويمكن للحكومة الأمريكية أيضا أن تنفق الأموال على إحياء الاتفاق النووي إذا قطعت إيران العلاقات مع قواتها التي تعمل بالوكالة ودمرت جميع أسلحتها النووية والصاروخية والباليستية والسبرانية والكيميائية والبنية التحتية المستخدمة لصنعها.